في أحضان حديقة التسلية بحي الصديقية بوهران تتجلى جمالية ليالي رمضان. هنا تظهر هذه العائلة وهي تستمتع بوقتها بين المساحات الخضراء التي تضمها هذه الحديقة. عجبتني هذه الجاردة هنايا، صافي بليزير كي درتوها ودرتو المصلى هنايا، كل شيء فيها زعما شباب. عجبتني المسجد والفوارة. عجبتني هذه الجاردة بزاف، الله يبارك، ثاني قريبة لينا، ثاني داروها هنا مع رمضان سما علامة. فضاء ترفيهي جديد تدعمت به وهران وصار ملتقى للعائلات ووجهة استراحة ممتعة لساكنة الولاية. أنا بخمير فراني جيت هنا، عجبني بزاف إن شاء الله، زعما الله يجعل ربي يزيد فيكم ويزيد في هاد الأولاد اللي راهم واقفين مع هاد جامع شباب بزاف، اللي مانيفيك، والبلاصيطة زعما غاية، تقدي بلي فيلو، يجو بلي فيلو الناس وكاع شغل تو بو فيغ سكو تو فو، غاية زعما سي ترو بيان ما شاء الله. عجبني باسكو سي سيكوريزي، كاين بلان دوندوا تقدي تجي مع لا فامي تاعك، دروك جو لي فامي يجي يحوسوا يجي يدوروا، اما دو ديفوليو على روحك. نجي بنتي هنايا زعما ماذا بينا زعما يخلوها تقعد نقيه، وزعما الحمد لله راه كاين سيكوريتي، كاين الامن وكاع، زعما صافي بليزير. ماذا بينا زعما يزيدوا لي جاردة هنا في وهران. عجبني الرسمه وعجبتني ثاني هذيك المصطبه وعجبني البيسين. اوقات ممتعه يقضيها الزوار هنا تعكس جمالية المكان والأجواء الخاصة التي يضفيها الشهر الفضيل.